ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال لي عطاء: ألا أريك تلك المرأة السوداء التي كانت تصرع وتكشف؟ ودعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالجنة إن صبرت واحتسبت. ألا أريك المرأة السوداء؟ أهناك دليل على كشف الوجه؟ ربما أنها في أثناء صرعها بدا شيء من جسمها، ثم لو سلمنا أنه بدا وجهها فإنها في حالة الصرع ليست كحالة الصحة،